أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الضابط في معرفة ما هو نجس؟ نعم، يقول أكثر الماء الذي هو النجس، ما أصابته النجاسة من الثياب ومن البدن ومن ما أصابته النجاسة فهو نجس، من بول أو غائط أو دم أو غير ذلك من النجاسة. وأما الماء الصحيح أنه لا يكون نجسا ما وقعت فيه نجاسة إلا ما تغير، ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فإنه يكون نجسا. أما إذا وقعت فيه ولم يتغير الصحيح أنه طهور.